السلام عليكم خاوتي خواتاتي، مرحبا بكم خاوتي في فيديو جديد بحلقه ثانيه خاوتي مع اخونا ابراهيم الجيجلي اللي جاي يكمل القصه تاعو خاوتي بعد ما عانى معاناته يعني ومع الاصرار والترصد يعني استطاع ان يصل الى الحلم تاعو. يا خويا خسر الرعب كبار بصح معليش، المهم الحلم تاعي نجيبو. واش راكم خاوتي؟ خاوتي عانى معاناه وزلاو وحقروه وقال لك حسيت روحي محقور. المهم اخونا يعني بعد معاناه خسر دراهم وكذا منا راح يركب في الطياره. دوك خاوتي راح نشوفوا كيفاش راح يلحق الى الشيلي واش راح يصير تما، وراح تعرفوا بزاف صوالح الخدمه العمل الحياه تماك الزواج الفراشات. يا خويا يا خويا مرحبا بك اخويا الفراشات. ايوه اخويا نكملوا. المهم راني في الطياره في كولومبيا مسافر للشيلي، في الجيب تاعي 450 اورو 450 اورو رايح، وقادرين يسقسوني كي داخل ب 450 اورو يسقسوك في المطار اسكو عندك غير 450 قادرين يرجعوك باسكو قليل. المهم رايح الطياره فيها 6 سوايع بين كولومبيا للشيلي، وصلت للمطار تاع الشيلي. عمر الورقه هذه، عمر اونلاين، عندك واحد الفورميلا تعمرها في التليفون، تكونيكتي الواي فاي تاع المطار وتعمر واحد الفورميلا ليه في الاخر، ويعطيك واحد الكيار كورد هذاك تمدو له هكذا في الاخر كيسكانيه صح باش تفوز في المقدمه الاولى، ومن بعد توصل للثاني. الثاني يزيدوا يديروا لك البي سي ار رابيد في المطارات تاعهم، واحد الاجراءات تاع باسكو انا وصلت في وقت كورونا، واحد الاجراءات كيما كي تدخل الارمي بصح هذوك اللي يسوطيو تاع الطيار ماشي الارمي نورمال. المهم زادوا داروا البي سي ار بوزيتيف فوت، او المهم يدي خفيفه في التليفون او سينو لو كان نقعد تما مبهبه اسبانيوليا ما نعرفش نحكيها مليح. هي هو كاين غير الاسبانيه تما ما يعرفوا لا انجلي لا والو. الاسبانيه تعلمت انا الاسبانيه ثلاث شهور، تعلمت برك لا باز الاساسيه تاع الاسبانيه وصافي. المهم وصلت وصلنا لعند هذاك اللي كاشي الاخر، وصلت لعنده اولا اولا قال لي ما تحكي اسبانيوليا؟ قلت له سي بوكو نحكي شويه الاسبانية مليح. قال لي انجليش؟ قلت له بيرفكت يعني نحكيها مليح. بدا يحكي هو كي قلت له الاسبانية نحكيها شويه تبسم تسمى هذا السؤال الاول. بعد كي قالني نحكي انجليش سقساني وين راك رايح؟ لقاني نهضر روبيد الانجليزيه نجاوبو على ما يسقسي لان كنسبكو في الجواب. وين راك رايح؟ وين رايح؟ واش راح ديرها؟ واش عندي شحال من يوم راح تريح؟ قلت له 6 ايام بالانجلي. ما عندك هذه؟ كاين هذه، جبت له ورقه هاي ليك ريزرفاسيون تاع لوتيل. اها نو نو، قال لي ما نحتاجش ريزرفاسيون. قال لي وين راك رايح؟ هي قلت له وين راني رايح لوتيل هذا. وريت له الاسم تاع في الريزرفاسيون كرا ماركا هو باش يمركيه في السيستم. قلت مادام بدا يمركي يعني راح نفوت او ها هو اسمع يعني راح نفوت. زاد سقساني واش ما عندك واحد تاع الفاكسان واحد الكيار كورد؟ ايه كاينه هذه، ها هي سكانها فات عنده خرجت له في السيستم بيان كلش مريكل الفيزا عندي. قال لي مبروك عليك تفضل مرحبا بك في الاخر كاشري. هو طيخ هذاك الكاشي هكذا، شوف كيما كيطلعوا منك الجنون دي سبع كرون يخرجوا من ظهرك تحس بالراحة هذيك شغل خلاص سي بون. دروك تما راح لي المشكل تاع المطارات هذوك دي يكوبي لك البي وخلا وما تسافر خلاص كي صحيت خرجت من المطار جبت واحد النفس الاكسجين حسيت له دح واحد النوع خلاف تاع امريكا الجنوبية خلينا او سيبري تحس بالجو تاعهم مبدل. ايه عبيت عندي 450 اورو عبيت الطاكسي ورحت للوتيل، بيت في الوتيل وصلت للوتيل عندي حاجه تما 3 ايام، وفي واحد لوتيل واحد اخر 3 ايام. انا ديما نكري بزوج لي زوتيل ما يعجبنيش واحد نبدل لواحد باش نكري 6 ايام ولا 7 انا ما يعجبنيش اما نو ايه كريس هكذا. من بعد 6 ايام مازالو 6 ايام كونتاكتيت واحد الاخر واحد الشركات هنايا والاخر تاع الخدمه هيه. من بعد اكسبتاتني وحده رحت لعندهم باش نقدم على الخدمه. الكوندي باللي نحكي لونغلي بيان عندي ليكسبيريونس في الخدمه في شحال من مجال، ايا خدموني داروا لي كونطرا تاع الخدمه
في النهار الاخر كنقول لكم في النهار الاخر في النهار الاخر وي قولي يسمى كي دخلت للشيري خويا قد قعدت باش دبرت خمس ايام خمس ايام لا خمس ايام النهار السادس ديت الكونترا تاع الخدمه ورحت خدمت لا ريزيدونس في النهار الاخر كي خدمت انا كي دفعتها مازال لهم ساعتين ويغلقوا البيرو تاع الميغراسيون ساعتين يعني بعد ساعتين نعود حراك ها وربي كي يسلك على خيره وانا تما بالصبر الواحد صابر واحد يصلي انا جيت للصين هنايا ونصلي والواحد يدعي لربي ويمشي بهكذا يكبر هيه خدمت لا ريزيدونس في الوقت هذاك الاسبوع هذاك باش نمشي في العاصمه في سانتياغو سرقوا لي 200 اورو يعني كانت عندي 450 سرقوا لي من الجيب انا كانت صرفت هكذا وحطيتهم في الاخر وكنت لابس واحد الشورت ولابس كلش بيض والدنيا ملونه ما بين توريزمو اي تبعوني سرقوا لي داروا لي العفسه هكذا سرقوا لي من الجيب المهم كي الدولة غير الدراهم تاش ما عليناش بقات 450 احسبوا اصحاب الماتيماتيكو اصحاب الرياضيات اي بقات 250 مع واش كنت نصرف بقات بالك واحد 200 بقات واحد 200 رحت انا بديت نخدم كاري منين كاري الدار والاخر كاريها بزيت كريسه شهر 150 بقات لي 50 باش ناكل هذيك ال 50 وانا بها وانا خدام المهم بشويه بديت نريكيبيري يعني باش تعرفوا باللي نحيز العفسه هذيك ساعه اي محال ومستحيل وانا ما عند اي ما كانش هذه ما عدتش نشوف الوراي واش كاين وممكن ما نقدرش ما كانش هذيك ما نقدرش ونوصل نقدر نلقى الخدمه نقدر نلقى الخدمه درت المحال وي وكي نقول لكم درت المحال طالع طايح لهم نيفو نهضر اللغات خير عليهم عندي ليكسبيريونس خير عليهم في الخدمه عندي في امورات بزاف تما انا عندي نصدم لازمك تصدم في الغربه ما مات لك روح قول لي خويا ابراهيم واش هو الميت اللي عندك انت انا نخدم ميكانيك تاع لي فيلو خدمتها 9 سنين وسيبر كافي خدمتها 8 سنين وخدمت ثاني سودور خدمتها عامين خدمت الكتريك وخدمت ثاني في لي ريستورو خدمت ثاني في لي ريستورو خدمت في الجزائر وخدمت في تركيا خدمت 6 شهور ريستورو خدمت في الملابس خدمت في كلش تقدر تقول في كلش يعني اي خدمه تبعثني ليها معلم معهم مني منهم تسلك راسك وزيد عندك اللغه يعني ساعدتك بزاف وزيد اللغه كوني نهضر الاسبانيه على ما وصلت نهضر الاسبانيه ديجا ما تعلمت مازال ما نهضرهاش مليح بصح تعلمت ثاني الكلمات تاع الاسبانيه تعلمتهم تقريبا كامل اللي يهضروا به تسمى الكسرون شحال عندك انت دوك راك في الشيلي دروك عندي 8 شهور في الشيلي ودروك نحكي الاسبانيه نحكيها كيما العربيه واش خدمت خدمت ريستورو وخدمت في واحد الاخر واحد لوزين تاع الحوايج وخدمت ثاني في ريستورو واحد اخرى المهم ريستورو نهار كامل انت تحكي معاهم سواء مع لي كلي ولا مع دي يخدموا معك ما تحبسش بالاسباني يعني تتعلم الاسبانيه تتعلمها تجري يعني النصيحه تاعي لك كان واحد يسافر اللاتين يروح يخدم في خدمه اللي تكون فيها الحركه باش يقدر تكون فيها الهضره بزاف باش يقدر يتعلم ماشي يروح يخدم في البحاير يكون فيها المال ولا يروح يخدم في كاش مصنع منين اللي ماشي منين ما يهضروش خلاص هكذاك ما تعلموا له قول لي اسم هذا كنت اسم اخونا ابراهيم خاوتي سبحان الله العظيم خاوتي في مده 6 ايام تاشيره تاعو قبل ما تموت لقى عقد عمل ودار اقامه يسمى يعني هل الاقامه تم سهله يسمى على حسب ما تحكي خويا سهله ما ايه هي كانت سهله دروك صعبت كانت تدفع كونترا تاع الخدمه يعطيوك تخدم الاقامه عادي بعدها يعطيوك واحد الروسي تمشي به 4 شهور حتى 6 لا ما بايش شحال ما يرجعلك الاقامه ومن بعد يعطيوها لك بعد 6 شهور تتعبيها في الشهر السابع ولا في الشهر الثامن انا دروك عندي وكاين يخدمها بالزواج وتهزها في ظرف 3 شهور 3 شهور يمدوها لك يزربوا لك فيها يعني قولي معلم انا قطعك برك هو العمله تاعها وش هي البيسوس يعني البيسوس تاعها طايح على الاورو هي ما تحسبش هكذاك تحسب على الشهريه اسكو طايحه على الشهريه تاع على الخلاص تاع اوروبا ولا هابط
هما يخلصوا هنايا 500 دولار 500 اورو الشهر، هذا المينيمو. كي تكون ما تخدمش لا باز، ما تخدم ما عندك حتى ميتي ما عندك والو، ولا تخدم واحد الخدمه شغل عادي العاديه 500 اورو. يعني كي يعود عندك ليكسبيريونس كاش خدمه ولا كيما لي غارسون في ريستورون يخلصوا حتى 1000 اورو، يعني منهم لاوروبا على بيد اللي قام بيسافروش ويخدم هنا في بلادو عنده اللغه يخدم في باللغه تاعو يخلص 1000. وكاين اللي يخدم ثاني يوبر وديدي هذوك يخلصوا يقدر يجيب حتى 1500 اورو للشهر ابار الخدمه تاعو. ديدي هذاك تما يخدم الطاكسي هكذا في العشيه نص نهار، وفي نص نهار الاخر يخدم واحد خدمه واحده اخرى، يعني قادر يجيب 2000 يورو يصورها يحطها لهين في الشهر. يعني كاين الخدمه هنا متنوعه بزاف. انت قول لي خويا ابراهيم، العاده تماك يعني المعيشه رخيصه شويه؟ المعيشه هي غاليه شويه بصح مش كيما تاع اوروبا، ناقصه شويه على اوروبا. كاين بزاف امورات رخاصه تاعنا الجزائر، رخاص بزاف كيما الملابس. الملابس هنايا باطل، الفواكه والخضرة باطل. كي نقول لك الفواكه باطل يعني دوما يجري وراك روح دي البنان، روح دي الاناناس الجوز ماري شو شنو باطل. وكي نقول لك رخاصة تاعنا، الكيلو تاع البنان يوصل ل 10000 الكيلو. 10000 شوف على السمرية ب 10000 الكيلو، وانت تخلص 10 ملايين بدراهمنا 500 اورو اي 10 ملايين 10 ملايين، والبنان ب 10000 الكيلو، التفاح ب 10000 الكيلو، 10000 حتى 20000 على حسب في عندهم النوع طايب ما طايبش. يعني بين 10000 ل 20000 وانت تخلص 10 ملايين. وفي الجزائر انت تخلص 2 ملايين حتى 2 ملايين ونص، والبنان يدير 80000، التفاح يدير 45000. ومن بعد يقول لك الجزائر يرخص فيها الشيء، ما يرخص غالي. قول لي يا اخوي ابراهيم، ابراهيم من ناحيه العمل، من ناحيه العمل يعني تماك يعني الكراء، الكراء من ناحيه الكراء، الكراء هنايا تلقاه غالي لانه يدير واحد شاف تخلص 400 ويدير 300. هذا كي تكون تخلص لاباز 400 500 نقول لك 500 اورو، 500 اورو يدير 330، الدار تدير 330 اورو تكريها، ولا بالدولار او نفس دروك العمله تاع الدولار والاورو او نفس العمله 330 دولار، ولا المهم انت تخلص 500 دولار. ولا هي كي تكون انت سوليتار تكون غير براسك تكري شومبرا في دار، تكري شومبرا في دار اي تدير بين 120 دولار حتى 170 دولار. هي كل بلاصه كيف كاينه هذه قريب المدينه هذه بعيده شويه هكذا، يعني قادر انت تكري 120 دولار شومبرا 120 دولار وانت تخلص 500 دولار، اي تبقى لك 380 380 دولار. روح تشري الماكله تشري ب 80 ولا ب 150 تبقى لك، تبقى يبقى لك يبقى لك تصدر تصدر. هذه كي تخدم بلا باز، والناس بزاف اللي يخدموا ويخلصوا مليح يعني. وانت القفزه تاعك كي تتعلم اللغه وتعود تقدر تشوف الخدمه اللي مليحه مليحه، يتعلم امور تكون حفاف، واحد يكون حفاف يهرب للزمان لانه قادر كي يجيب لا ريزيدونس يعود يقدر يفتح حانوت، والحانوت هنا كيسكريها وتخلص بالشهر الواحد، او مش كيما حنا تخلص عام تاع الكروه نو انا يسكري شهر، الشهر تاع الحانوت قادر تجيب واحد ب 500 دولار 10 ملايين دراهمنا تكري وانت تخدم الراسه وتحففها. وغالي بزاف يدير باللحيه بالشعر يخدموا فيها ب 200000 درهم 10 دولار حتى 12 دولار اكزاكت 11 دولار تسمى قول لي او تخدم ما شاء الله تنجح. يسمى تماك الخدمه مطلوبه كاينه تماك اللي يحوس مجال مطلوبه، يعني عندهم الحركه والناس كامل يخرجوا يخدموا لانه الكروه غاليه اذا تحتم عليهم كامل لازمهم يخدموا كما تلقاهم نشطين. يعني اي مجال تفتحوا تخدم تخدم به سواء الحفافة ولا تخدم لي ساندويتش ولا ريستورا ولا تبيع الحوايج ولا هادو المجالات كامل تخدم سودور إلكتريك بلومبي ما تحبسش وهكذا كل شيء. قول لي يا معلم كلش السمك السما ثمك خويا قول لي، والجواز تاعهم يعني ثمك شحال من عام تديه بالزواج تكون متزوج؟ هذا هو المشكل هنايا، البلاد هذه تطول في الجواز تاع السفر، الاخرين يزربوا هادو يطولوا هادو يضربوا 5 سنين حتى 5 سنين ونص ما تقدر تضمون ده.
وكي دوموندي زي يديروا لك الروتار 6 شهور حتى العام العام ونص، ما قول 6 شهور 6 سنين حتى 6 سنين ونص ما تدير جواز السفر. كاين حتى اللي كيوصل لهم 7 سنين 8. قول لي الجواز اللي يسافر لهنا ما لازموش يسافر على جال جواز السفر، لانه هنايا ولازمك وكس فما تدير جواز السفر. قول لي الجواز السفر تاع الشيلي وين يديك وين يدخلك؟ هو تاع فرنسا نفسه باش ما نحلم باش ما باش يفهموا يفهموا مليح مليح. هو تاع فرنسا نفسه ده هو ديجا روج روج او ما هذا دي هنا يروج الغلاف تاعو، يعني تا هنا تقدر تروح لامريكا وكندا بدون فيزا. هذا الجواز اللي كاوي في اللاتين من المكسيك وهبط، هذا الجواز اللي كاوي فيهم غير هو اللي يدخلك الامريكان بدون تاشيره، يزيدوا راه تاع المكسيك يدخلك لكندا بدون تاشيره. هادو الزوج برك الاولين، والاخرين كامل يديو غير الاوروبا. سما جوازات تاع امريكا اللاتينيه والجنوبيه هادو ما يعني قويين، يسمى الانسان يقدر يتحرك بهم خاوتي. لا ما شغل جواز السفر خلاص. قول لي يا معلم، ثم يعني الامن والامان يعني متوفر؟ متوفر متوفر انا يا متوفر باي انا. انت كي تحب ما يصراوكش مشاكل وما ما يصراوكش زاغريسي ولا غير، خرج غير في النهار ما تخرجش في الليل. في الليل يخرجوا غير تي واحد خارج يشرب خارج يسكر خارج يشطح غير هذا، ما عندهمش حاجه خلاف. ولا كي تخرج في الليل تخرج بالموطو، تخرج بالفيلو، تخرج بالطوموبيل، ما تخرجش ابيز دور. يعني ما اللي يقول لك كاين المشاكل هي كي هنايا كي عندنا كي في الجزائر كي في تركيا. تخرج في الليل دور في التشخاني منا ومنا الناس لقات لقى واحد مدوخ وتعرف. إبيا ما كانش المشاكل هذوك دي كي نحسبوا حنا المشاكل منا والهاويكس لواحد نو كانش. نقطعك اخويا اخويا ابراهيم، شحال عندهم الناس ما ثم هذوما البلاد شيلي هذي؟ الناس ما مع بالي ما دخلتش الجغرافيا تاعهم، ولكن البلاد تاعهم ضيقة ضيقة وما عندهمش طلاعي ولا هباطي، عندهم مسبوطة الدنيا تمشي تمشي هاني. دوك نقول لكم شحال دقيقة برك. واي دقيقة تشوف عدد السكان طويلة البلاد هذي طويلة. عدد السكان الشيلي هي 19 مليون ونص خاوتي. ياكلين 19 مليون ونص عندهم الناس، هما 19 مليون ونص شيلي. قول لي يا خويا اسكت انا دوك نروحوا موضوع الفراشات تماك يا خويا يا خويا. قول لي اسكت وفرين تماك. الفراشات الفراشات هذه هي بلادهم. او شوف الفراشات هنايا هنايا صنعوا الفراشات الاولين ومن بعد بداو يطلقوا واكل العالم دي من الفوق ومن من المهم الفراشات هنايا النوع اللي تحبس عليه كاين. قول والله ويحبوا العرب، الحاجه اللي مليحه يحبوا العرب، يعني يسمعوا بيك عربي خلاص انت الاول عربي يدوروا بيك. شوف هنايا هنايا معكوسه الدنيا، هنايا عند البنات يحوسوا يتبلاو الطفل، ما يحوسوا الطفل ماشي الطفل. الطفل ديما عنده وحده ديما هارب منها ديما عنده عندهم الزياده. المهم اجمعين كاين الفراشات هنايا وكامل يحبوا يتزوجوا، يحبوا سيرتو واحد عربي على بالهم باللي عنده العلاقه تاعو رزينه، يحب يرتبط يرتبط ماشي باش يتمسخر ويروح. يبي يحبوا العربي يتزوجوا بهم. وي بس ما راك هاز الاعلام تم يا خويا. هي هو تجي لهنا لازم في غردك دور وخدم وشوف كي يشوفوك ماني ريفيزيو يشوفوك او ترانكيل خطي هذه خطي المشاكل خطي الشراب خطي هذه يحوس هذوما يرتبطوا بك. شو ماشي تجي لهنا وتقول سنا نروح نحوس وحده تروح تاع الطاو دي تهضر معاه تقول لك نو هاني خافوا منك ما يعرفوكش. لازمك مع الوقت مع الوقت الفراشه صغير هما اللي ودي تهضر معاه يهضروا هما ماشي كيما تاع اوروبا تلقاهم جامدين تلقاهم خارجين من الفريقو هادو يهضروا. معلم قول لي هو الشكل تاعهم كي داير صغار ولا نورمال كي الاوروبيين؟ عندك هم يبانو قاوريات هذوما فاهم كيفاه يلبسوا هكذا دروك دخلت الصيف يا خويا يا خويا.
قول لي يا معلم تما تماك تلقاهم سومر وكاندي بويد لابلي بارت تلقاهم سومر يسمى ثم اخويا ابراهيم الزواج متوفر على راسه يا ود بلاد الزواج هي هنا بلاد الزواج هي في اللاتين انا ما عمري حد يتزوج وما لقاش المراه ولا صعبوا له هنا ما يضمندي والو للزواج هنايا برك كون في حل نشط ماشي دني على كدي يرقد وما يخدمش دوما يوري يرتبط بك ما يضمندي والو مور في سكسيتهم قلت لهم انتما كيتزوجوا هنايا واش يضمندي قالوا لي دومونديو هي تخلص تخلص العشاء للعائله شو ديما كذا الريستورو تخلص العشاء لصحابك والعائله كي نقول لك العائله وصحابك يعني 20 من الناس ديما كذا تخلص لهم العشاء ترجعوا للدار بالك تشعلوا البوست يشطحوا ما كاينش يشطحوا مع بعض السلام عليكم قالت لي زوج خواتم قالت لي زوج خواتم من بعد لقيتني حاير فيها حاير شغل هي تهضر وانا حاير فيها كتقول لي لا ما قلت لها احنا في الجزائر وتخلص عندنا المهر والاخر تخلص 40 مليون 80 ماري شو شنو لازم تكون عندك تشري طوموبيل ودار كتقول لي تاو 40 مليون هذيك كتقول لي علاه يتباعوا عندك البنات هي في بالها قصت لها بلي يتباعوا البنات لا المهر المهر هي هي هذا المهر بصح ما عندهمش هذه العفسات لازمك 40 لازم هي تاع المهر هذه في الاسلام عندنا غير 6 ملايين 4 ملايين ونص اي ما كانش من هذه تاع 30 قول لي يا معلم في بالك يتباعوا يتباعوا يعني يتباعوا صح قول لي يا معلم شحال باش معروفه هذه الشيني باش معروفه تماك ما عندها باش معروفه الدنيا هانيه كلش متوفر كنقول كلش متوفر شاه حنا دروك واش دروك انت عايش عايش واش يخصك خصك طوموبيل وتخصك دار وتخصك موطو وتخصك فيلو تخصك ما باليش البيزنس حانوت هكذا يا الحانوت كما قلت لكم تكري شهر راك عندك حانوت يعني ما صعيباش خلاص ماشي كما احنا لازمك تروح تصدر درام باش تكري عام وعامين باش يدير الكونترا هنا يعطيك الكونترا تاع عام وتخلصه بالشهر يعني سهل هذا اسمه الحانوت ديجا عندك خلاص طوموبيل قادر تستخدم شهرين تجيب طوموبيل كاين الطوموبيل اللي دير 600 كاين اللي دير 800 دولار حتى ل 1500 دولار هادو دي متوسطين هادو كيما حنا كنقولوا البيكانتو وهادوك دي دراف طوموبيل دي دراف هادو يعني قادر تخدم شهرين تجيب طوموبيل الموطو كيف كيف رخاص لي موطو هنايا قادر تخدم شهر تزير تخدم شهر تجيب موطو الفيلو خدمت يومين جبت فيلو خدمت يومين شريت فيلو اي بيا الدنيا شغل هنايا سهله وما كانش المشاكل ما تحسش ما كاين لا دي يعيط ديجا انا هكذا نهضر في الجاردين حايرين فيا على انا نهضر بالصوص هكذا قوي هما يهضروا ضراف يهضروا ما تسمع مش كامل شوف ما تسمع لا دي يعيط لا دي يسوغ لا دي تشوفهم يلعبوا في البالو في ماتش الهين ما يديروش مام بالحس وما كانش ها 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 تيري تيري ما كانش تلقاهم يهضروا دراف يهضروا الصوص هذاك ديش الموسيقى خويا ابراهيم نقطعك قول لي ثم اسكو كاين جزائريين ثم ابارنتا سمعت باللي كاين واحد في المدينه هذه ومنين كنت في الجنوب ما كانش خلاص يعني منين ندور نسقسي يقولوا لي انت اول عربي شفناك هنايا رحت خدمت لاسورانس كاين واحد جزائري ثم كاين واحد جزائري ثم هو المرا تاعو فات معايا خطره انا باليش هي كاين بصح انا ما تلاقيت حتى واحد باسكو انا ما ريحتش في العاصمه انا هبطت للجنوب رحت للجنوب سكنت في الجنوب 6 شهور ومن بعد زدت طلعت لاريكا دوك انا في اريكا في الحدود تاع البرازيل في الحدود تاع البيرو الفوق هنايا كاين غير واحد جزائري كونتاكتاني من رحت للجامعة عندهم هنايا جامعة هنايا نصلي من بعد واحد سكتاني نتاع عربي جزائري قال لي كاين واحد وعطاني الكونتاكت تاعو تلاقيتو عنده 4 سنين هو هنايا متزوج هنايا عنده 4 سنين مع وحدة تاع الشيلي وعايش بيها وخدام بيها وفي الجنوب ما كانش بلاص يعني لدرجة رحت لاسورونس رحت ندير لاسورونس جا فست الباسبور تاعي بدات تضحك قلت علاه كي تضحك كي تقول لي مكتوب بالعربية هي قلت لها يا اخي انتم لاسورونس عندكم شحال من عام وانتم هنا قالت لي هي قلت لها ما لي اول مرة تشوف باسبور بالعربية كي تقول لي اول مرة قالت لي ندير لاسورونس لواحد عربي
يا اخويا قلت له انت جديده ولا يا قديمه؟ يعني باش تعرف يعني باش تعرف انا اول عربي تما. ما كانش اسمع اخويا ابراهيم انت هو الميغري تم. انا هو انا ما نحتاجش اصلا لو يكون لك بعد على العرب باش تتعلم اللغه تاع القوم هذو اللي راك معاهم. انا نقول لي قبل ما نختموا الختام هذا قول لي واش هي الاهداف تاعك انت يعني في واش الاهداف تاعي هنايا؟ دروك كي داروا لي المشاكل هذوك في المطارات والاخر دروك حاب نسكر هنايا دروك كي عندي لك وقت هذا من اول هين يعطيوني الاقامه الدائمه او بعد عامين تقدر تجيبها الاقامه الدائمه تعود تزور من المكسيك وهبط البلدان هذو كامل تدخلهم سون فيزا بالاقامه الدائمه فقط يعني كامل الارجنتين الاخر تعود تمشي تما باش نحي ديجا المشكل هذاك تاع السفر والاخر تاع المطارات وين راك رايح. المهم مادام هنايا في اللاتين الاسبانيه قلت لك هي اللغه تاعي المفضله تعلمتها والحمد لله دروك لازم نزيد نبراكتيسيها مليح نعود لازم نتخصم بها نجري كيما هما واش كان عندهم هما الدرجه تاع تاع الاسبانيه. ما الحلم تاعي الاستقرار هنايا حاب نستقر هنايا عجبتني الحياه تاعهم الدنيا هانيه الناس ضراف ما كانش المشاكل تقدر تدير المشاريع هنا تقدر تدير المال كيما في من اي مكان ايه ومن الناس سافر من الناس سهل بزاف من الناس دوموندي اي فيزا يمدوها لك ما يحقروكش ما يقولوكش انت جزائري مروفز نو يعطيوك هنا تكون خدام سوري كلش ريقلو ما ديرش المشاكل يعطيوك تروح لمن ما تحب من الجزائر وتكون عندك كلش وما يعطوكش الفيزا صح هذيك كاين امراض من هنايا الزواج تحب تتزوج من الغدوه ما تحسش هذيك ساعه لازمك المال لازمك طوموبيل لازم ما عندهمش هذيك تكون ناس ملاح دري في الطلاف قادر عندهم يعطيوك الطفله ويزيدوا لك الطوموبيل ويزيدوا لك الدار. والله اي بيا امراض بزاف مش الجزائر اي بيا هنا يا خير ما عنديش احلام كبيره كيما هذوك دي لازم يجيب جواز سفر ما على هذيك شنا يا ولدي هنا أي شوف خويا ابراهيم اعطينا كلمه اخيره للجماهير اخويا يا الجماهير شوف النصيحه تاعي او سارعوا في الهجره سارعوا في الهجره من الجزائر او راك مطولتو قانونيه بصح قانونيه كي نقول لهم الهجره صاحبي سهله التاشيرات حتى اذا ما قدروش على التاشيرات يروحوا للاكوادور ومن بعد يسافروا لهنا اللاتين كامل يعطيهم يقدروا يدخلوا من الاكوادور اي بيان نقول لهم سارعوا في السفر سارعوا في الهجره خرجوا من البلاد اللي ما يقدرش يخرج القريب يروح لدبي يروح ومن ثم يعود يبان والبلاد شكون بها والبلاد شكون بها والفراشه تاع البلاد شكون بهم ايوا خليه النص وبعد النص بس انت غير النص في ليجان وخلي النص يسمع عليها هذوك اللي دايرين الركيزه تما مدفونين ايوا لازمهم يسافروا ما هما راني يضيعوا في وقتهم تما يجيو لهنا يتعلموا حياه جديده لغات جداده مليحه انا ننصح بالهجره لامريكا الجنوبيه احسن من اوروبا. اسمع كاين بعض الناس يقول لك هو راك عايش في بلاد شر الشيء اللي بلاد شر هي المكسيك وامريكا اللاتينيه قاعد تصلح مالك امريكا الجنوبيه احسن من اوروبا في كلش يعني في اوروبا العنصريه هذيك ما تقدرش تحملها او يسمعوا بك عربي انت والكلب كيف تروح تخدم ما يخدموكش يخدموا واحد تاعهم هنايا معكوسه هنايا تروح تتزوج انت الاول عربي انت الاول تروح تخدم انت الاول عربي يحبوا واحد عربي يهضر اللغات والاخر وناس ملاح العرب عندهم تروح اي حاجه عربي انت الاول ويحبوا العرب يبي هنايا تعيش في مرتاح والناس يحبوك يحبوا العرب على انا نروح لاوروبا الناس تاعهم وما يهضروش جامدين اسمع هما مش متفاهمين بعضهم اسمع قول لي يا معلم اوروبا كملت صاي اوروبا باقي لها عام ولا عامين صاي وتكمل قول لي وين اكبر جاليه عربيه ثم جاليه العربيه في المكسي في الشيلي يا لا ما على بالي ما ندورش انا منين يدوروا العرب انا كون يقولوا لي كاينه جاليه عربيه منا نروح نسكن في المدينه اللي ملهين او انا هما اللي في خدمت مع العرب والاخر في تركيا ما تعلمت والو تعلمت غير العربيه
المهم آه ما نزيدش نعاود نفس الغلطه. لا لا خرج من البلاد، لازمك تعيش مع اصحاب البلاد هذيك، ما تعيش مع العرب سينو ما خرجش. نتكلم خويا ابراهيم، خويا ابراهيم واش نقول لك، رانا وصلنا لنهايه القصه تاعك ونهايه الحلقه تاعك. نشكرك ونقول لك ديما انا والمتتبعين تاعنا وخواتنا وليزوم وليزوم لا توقعوا اللي راهم حاضرين معنا هنا في لابيس، نقول لك خويا ربي يوفقك وربي يرزقك بزوجه جميله جدا ماشي ليا. امين ربي، ربي يعطيك اولاد وربي ان شاء الله تفتح لنا مشروع وزين كبير ان شاء الله، تعود لنا انسان من انسان كبير ومعروف ان شاء الله. باذن الاعلام فهم لازم تشرفنا معلم. توا دروك نكمل على بالهم الجزائر واش تسوى واش واش كاين في الجزائر على بالهم. انت هو السفير تاعنا تم. ايوا السفير تاعهم هنا. المهم وخليت لهم ودير انا كان تاع اليوتيوب تاع السفر منين كنت نسافر والاخر، ودير لهم كيفاش جبت التاشيره واش الخطوات بالتفاصيل، ومن بعد خلي لهم انت في واسمها خلي لهم في ابراهيم الجزائري في الشيلي، ولا يكتبوا بالاسبانيه يكتبوا ابراهيم تشيلينو. ومن التمرين انا نبعث لك الرابط، ونبعث لك الرابط خليه في الوصف من تحت. ابعثوا لي دوكا ها وداك نبعثوا لك باش خلي لهم في الوصف الاخر بما يدخلوا ينتفعوا. ديرت لهم هذيك باش ينتفعوا يدومونديو الفيزا، انا دومونديت الفيزا وحدي واحد ما جاب هذا. المهم خاوتي اللي حاب يزيد يستفاد ويزيد يدي معلومات على التاشيره والمكسيك والامورات والشيلي وهذيك كيفاش الحياه ثم، يتبع اخونا هنا، يتبع اخونا ابراهيم هو رايكم طالع. انا عينتك سفير لدوله الشيلي. هيا لا راني سفير في الشيلي. مولتهم صحيح. انا عينت لكم سفير جديد في الشيلي. المهم وضو المستكف بالجاليه تاعنا ثم هكذا دروك يصدموا لهنا يقولوا لهم بركه وجزائري يدخلوه يخدم، او يقول لهم منك من برا ادخل ادخل راك واجد صح. ايه او شوهونا هنا في اوروبا، والله لا شوهونا تشويها كحله تشويه كبير. انا دوك يعطيوني الفيزا لاوروبا ما نروح، ومن هنا قادر نجيبها من اوروبا ما نروحش. لا لا ايماجيني يقولوك خير، اسمع خير بريطانيا العظمى ولا الشيلي؟ الشيلي ولا واش؟ بريطانيا. ما نروحش ما نروح، نروح نعيش مع الناس الجامدين ما يهضروش والعنصريه لا 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 لا. الواحد لهنا فين لهنا تاع الراس بالدراهم ما تشريش هنا يا باطل. صح هنا يا باطل. المهم يكون نشط وصاي. الجو تاع البلاد هذه كيف داير؟ سخانه ولا هنا تلقى دافي الحال في الشمال، في الشمال دافي الحال على العام دافي، يعني الدنيا ما كانش الريح ما كانش، والدنيا هانيه. وديجا المدينه هذه ما تضربش فيها الشتاء بالعام، العام كامل تضرب خطره في عام. وما بايش كيف ما فيهاش الجفاف، هي نورمال ما بايش، الدنيا هانيه هنا يا اخت الاستواء. كاين المانجو اسمع اسمع خويا ما كاينش المطر وما كاينش الجفاف. ما كاينش المطر لا ما كاينش المطر وما كاينش الجفاف، ما كاينش الميديتي ما كاين والو، وحنا على شط البحر او تحير. او مليحه امريكا اي ما كاينش الدنيا هانيه. المهم مليحه. المهم خاوتي لازم نقطعوا الفيديو هذا، نقول لكم خاوتي الاعزاء دعمونا اخونا وما تنساوش تابوني وتهلاو لنا فيه. هيا قولوا له جيناك من عند عمو دعموا. هيا شحال عندكم الابوني معلم؟ ابوني ويدخلوا وي ابراهيم الجزائري ولا ابراهيم تشيلينو بالفرنسي. اذا عندك من ابوني عندي 200 فقط. هذا ايش مشكل؟ ان شاء الله نرجعوا اكثر 3000 3000 تجيب 3000 3000 تجيب 3000 ورايحه هكذاك. هو بعثهم ونزيد ندير لهم فيديوهات جديد، باسكو راح ندير لهم الشغل شحال يخلصوا وكيف حتى تلقى شغل وكيف تخدم بدون ما تروح تحوس على الخدمه. قادر تخدم بالدراجه ولا بالموطو، تخدم انت تليفري الماكله والاخر كما في اوروبا وتخلص نفس السعر في اوروبا. هذه من بعد ندير لهم فيديو بالتفصيل. مش مشكله مع المتهني. المهم الشبيبه تهلاونا فيه. هيا تبهدلنا.